بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نعود نواصل معكم انطلاقات مشوار هذا الصباح، انطلاقات هذه الاندفاعات القائمة على أرضية ميدان الشعب، ميدان اللبسة هنا في إمارتنا الحبيبة أم القوين، وتابع الاندفاع على مسافة 6 كيلومترات التي حددت لهذا المسار ولهذا الصباح ولسن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع. نذهب معكم هنا في جولة الشوط السابع من مجموعة الأشواط الصباحية، وهو الأول الرئيسي لأبناء القبائل. نتابع معكم الأبكار المحلية الصايل على مقدمتها أول المراكز، وتابع الدماني سالم بن عبيد بن حميد العليلي من يقدم لنا الدماني في أول المراكز. ثاني المراكز نتابع انطلاقة زهوة لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامس، زهوة بهذا العرض ثاني المراكز اللي تنتقل إلى أول المراكز. المتابعة في ثاني المراكز هناك مع جو لعلي بن سعيد بن محمد الخاطري، وثالث المراكز تصل الشامخة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي بهذا الحضور ومع هذا الانطلاق. رابع المراكز وتابع من الجانب الآخر حفله لعنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي. خامس المراكز واللي تقدمت في هذه اللحظات الدماني لسالم بن عبيد بن حميد العليلي. متابعتنا في سادس المراكز هناك مع الشاهنية حمدان بن مسعود بن محمد بن حمد الدويكي يقدم لنا الشاهنية في هذه اللحظات. الوصول من قبل جمرة لعبد الله بن مفرح بن مطر المسافري هنا مع هذا الانطلاق، يأتينا مع حضور جمرة في هذا الشوط وتحدي. هكذا إذا متابعين الكرام التقدم والحضور في هذا الشوط وانطلاقة هذا الصباح. وتابع حملولة العبيد بن جاسم بن عبيد الفغير على ثمن المراكز. المجموعة كاملة في هذا الحضور ومع هذا الانطلاق، لنعود بكم إلى صدارة الشوط وإلى المركز الأول. نبحث عن الصدارة، نبحث عن المراكز الأولى. الزهوة اللي تسيطر سيطرة كاملة شاملة على هذا الانطلاق. أحد الكروت الرابحة لمانع بن علي بن محمد بن حمات الشامسي في هذا الصباح مع الإبداع الذي قدم لنا من خلال هذا الشعار وانطلاقة الأسماء. ثاني المراكز نتابع الوصول من الشامخة سالم بن عامر بن راشد المدوشي في ثاني المراكز. وصل بن مفرح مع جمرة عبد الله بن مفرح بن مطر المسافري من يقدم لنا جمرة في العرض المميز والجميل هنا في ثالث المراكز. بينما المركز الرابع جو لعلي بن سعيد بن محمد الخاطري. وخامس المراكز هناك مع الدماني سالم بن عبيد بن حميد العليلي يقدم لكم الدماني حفله على سادس المراكز. عنان بن علي الموتر النعيمي قاتم، اما على مستوى المركز السابع فنشهد الشاهينيه حمدان بن مسعود بن حمد الدويكي. وثامن المراكز اللي حضرت مع الفغير هملولة عبيد بن جاسم بن عبيد الفغير في هذه اللحظات، ومع ندائنا الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، مجموعة مميزة في هذا الشوط، أسماء جميلة تحضر هنا مع انطلاقة شوطنا السابع. الشوط
الشوط الأول الرئيسي لأبناء القبائل لمن يا هل ترى ستكون نقطة هذا التحدي ونقطة هذا الشوط وناموس البداية. من جديد إذا متابعينا الكرام عودتنا مع الزهوة على أول المراكز اللي مسيطرة في هذه اللحظات مستلمة زمام الأمور تقدم عرضا رائعا في هذا التحدي. بسم الله ما شاء الله الأداء الكبير من خلال هذا الانطلاق مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي في هذه اللحظات ومع هذا التدخل الكبير من الزهوة ثاني المراكز الدماني في محاولات العودة سالم بن عبيد بن حميد العلي اللي يعود للصدارة من جديد اللي يعود في هذه اللحظات مع المركز الأول. ثاني المراكز الزهوة لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. ثالث المراكز الشامخه مع سالم بن عامر بن راشد المدهوش يقدم لنا الشامخة على ثالث المراكز، بينما رابع المراكز جمرة عبد الله بن مفرح بن مطر المسافري قادما مع جمرة والحضور المميز هنا مع الرباعي اللي يحضر في هذا الشوط على المراكز الأولى ويقدم العروض المميزة والأداء الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام الدماني هناك في المقدمة، الدماني على العرض المميز سالم بن عبيد بن حميد العليلي مع هذا التقدم الكبير ومع هذا العرض المثير، ولكن زهوة في قدوم كبير على ثاني المراكز، على ثاني المراكز مع الشعار الخطير مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي المدهوشي في محاولات مع انطلاقة وتواجد الشامخة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي في قدوم وتميز كبير. بن مفرح عبد الله بن مفرح بن مطر المسافري يقدم لنا جمرة في هذا الحدث الكبير. نتابع من جديد الزهوة تعود لتسجل هنا القيادة والحضور المميز 600 متر والاندفاع تلقائي بدون اي توامر. الرباعية الصباحية بن حماد في هذا الانطلاق زهوة لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي مع المركز الأول مع الانطلاق الأول. أول أشواط أبناء القبائل مع زهوة، أول الأشواط الرئيسية كانت مع شعار بن حماد وأول أشواط أبناء القبائل مع بن حماد. يا افتتاحية أسماء قوية، سجل السوبر هاتريك. تهانينا والناموس لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي على فوز الزهوة بأول المراكز وتقديم هذا العرض الرائع. ثالث المراكز سالم بن عامر بن راشد المدهوشي وثالث المراكز سالم بن عبيد بن حميد العليلي.